صدفة، خدي غطا العربية لأنه غالي قوي. ده سوا غالي قوي إيه؟ ده بيتباع عندنا ب25 جنيه بس. هتاخديه؟ إيه ده؟ بتعمل إيه في العربية؟ بيعمل إيه ده؟ بيعيل العروسة. بقول لك يا حضرتك، لو عايز تاخدها صيانة تكشف عليها حقك يعني. هو لازم يعمل كده. يا ابني وبتاع إيه؟ العربية عايزة إعلان وعايزة طقم إعلان وعايزة أمانة. إيه إيه ده؟ هي سيري ترانسليت. العربية عايزة طقم إعلان وعايزة طقم إعلان وعايزة طقم أمانية. سيري مش عارفة، الدكشنري بتاعها مش جايب الكلام ده، دي لغة جديدة. أنا بتكلم كل اللغات. ده سويدي؟ سويدي إيه يا مدام؟ ده مصري. شوف يا مدام بقى من الاخر، انا شوف وعايزين فيها ايه من الاخر؟ الصلاه على النبي، انا عشان مني ايه ده؟ بيقول لك شوف من الاخر كده عايزه فيها كام؟ عشان دي عايزه كتاوت وعايزه طنابيق. عاوزين فيها 200,000 جنيه. 200,000 جنيه؟ ليه؟ خدها بالسواق بتاعها ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ده انا لو حاسبها هنا لحد لما تموت، انت مش هتاخدها. طنابير ايه؟ انت اللي عايز 60 طنبور. بص يا مدام بقى، عشان نبقى في الحوار ده، انا هدفع 40,000 بولبو. بيقول لك هيدفع 40,000 بولبو. 40,000 بولبو، احسبي لي كده دي تبقى بكام بالمصري؟ يلا يا شيرين. هي ايه العمله دي؟ انا مش عارفاها. عمله انت وهي، ده بيقول لكم بالجنيه المصري، يعني 40,000 جنيه عادي. بولبول 40,000 ملطوش يضربك على بقك. ايه يا مدام، اسمحي بالله، نفسي الكلام اخده وعقد. يا عم اسكت بقى، احنا لو هنقلبها عربيه كبده مش هنديها لك. لا كبده ما تخشش عربيتي ابدا، دي فينتج. حاضر. الله، ايه وسبوع ايه وانا رايح على الناس؟ خلص يابا وقول اخر كلام عندك بقى، خلينا الشمس عور دماغنا. عشان خاطري ابني يا مزه يا عسل، انا هقسع 41,000 جنيه. خلاص بقى مشيها 41، حلو يعني مش هيخسر. اخرسي اخرسي شيرين، يلا 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 نمشي وتاخدي كل حاجه. يلا يلا حد في سلمه الصراصيف خطوه، مش هنبيع يا ما. انا مش نهدي من نام. اخرس خالص، صوتك بينرفزني. يا مزه يا مزه، وانت برضو اللي شديت عليهم، كنت مشيت البيع، ما ينفعش كده. بص خوني الكعب بتاعي، لو غيروا رايهم كلميني، ولو ما غيروش رايهم بقى كلميني. هو ايه يا اختي الموضوع اليومين دول؟ ايه الكروت والارقام اللي عماله تتحدف عليا؟ عموما ماشي هبقى اكلمك. انت نظيفه قوي، هو انت مقلقه؟ لا بس متكلمين عليا.